تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس من كل عام نظمت جمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبه الوطنيه تم من خلاله الاعلان عن انشطه وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام واكد اللواء اشرف احمد شريف مدير جمعيه المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافه سبل الدعم لتحقيق ارقى اوجه الرعايه الصحيه والرياضيه والاجتماعيه لابنائها من اسر الشهداء ومصاب العمليات الحربيه تقديرا لما قدموه من تضحيات سطروا بها اسماءهم باحرف من نور في سجلات حب الوطن